اجعل معرفتك سلاحا في حياتك وبادر بالحصول على طلب التحاق بمركز زين للتدريب على صيانة الهواتف المتنقلة من أي من معارض زين. شريطة أن تكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة بنجاح مع إتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وعمرك بين 18 إلى 24 سنة. الدورة مجانية لكلا الجنسين ولمدة 3 أشهر تبدأ في 1/2/2015. تعقد الدورات في مركزي التدريب المهني في الهاشمية الزرقاء والطفيلة. لا تدع الفرصة تفوتك. تسلم الطلبات إلى أي من معارض زين أو مركز التدريب المراد الالتحاق به قبل 20/1/2015.